ثانيا على مستوى البطولة المغربية هنا لا أعتقد أن البطولة المغربية على مستوى الفني أفضل من البطولة التونسية، والدليل على ذلك حين يلتقي الآن تلتقي الأندية التونسية سواء الترجي سواء النجم الساحلي النادي الصفاقسي الاتحاد المنستيري أخيرا مع فرق مع أندية مغربية كما الرجاء كما الوداد كما نهضة بركان، أنه ما فماش فرق فوارق كبيرة. وين الفوارق؟ وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الإعلام التونسي كيستضف ماجد الشجعي، الخلوق ماجد الشجعي اللي توحشنا صراحة واللي عجبتني الطريقة باش تكلم على المنتخب المغربي على البلاد ديالو وعلى المباراة الحاسمة مع إسبانيا. مباشرة مسألة الكلام ديالو مقدم البرنامج ووجه للمحللين السؤال على المباراة ديال المغرب وإسبانيا. كتسناو زعما المحللين غادي يهضروا على المباراة؟ تونس كيف ما قلت لكم دائما راه عندهم نهار لنهار كنزيد نتاكد بان عندهم وقع الله شي عقده من المغاربه، فيما كيسمعوا المغرب كيبداو بالمقارنات، ولا كلمه واحده قالها المحلل على المباراه بين المغرب واسبانيا. مباشره ما اخذ الكلمه قال لي هو في اطار المقارنه ما بين تونس والمغرب، احنا البطوله ديالنا قويه على ديالهم وعندنا فرق قويه بحال الترجي الافريقي خنشله اثنين عين فلفل وعندنا وما عندناش وكنتفوقوا عليهم وتراجعنا في السنوات الاخيره ما بقيناش كنديروا التكوين واش هذا وقت ديال المقارنه صح؟ انتم كمحللين يعطيونا المباراه كيفاش غادي تكون، كيفاش المنتخب المغربي في هاد الثلاث مباريات الاخيره، الطريقه اللي كيلعب بها وليد الكراكي، التشكيله المحتمله، عطيونا شي حاجه فيدونا في المباراه ديال اسبانيا. هذا وقت ديال المباراه ديال المنتخب المغربي واسبانيا، خليوا المقارنات بعيده. واش انتم عندكم عقده بالمغرب صاحبي؟ راه بالحكم ديال التتبع ديال الاعلام التونسي ما يمكنش يسمعوا اسم المغرب وما يدخلوش في المقارنات. وغير مؤخرا غنكون حطيت لكم واحد السلسله ديال الفيديوهات غير كيسمعوا اسم المغرب كيبداو في مقارنات. راه ماشي كنقولوا هذا الكلام حيت حاقدين عليه لا، ولكن الانسان عاوتاني انتم محللين في قناه تلفزيونيه تونسيه اللي كيتفرجوا فيها الناس، وعطيو خليو المقارنات بعيد، هذا ماشي الوقت ديال المقارنات. عطيونا شي حاجه على المنتخب المغربي، بغينا حتى حنا نسمعوكم كتقولوا الراي ديالكم في المنتخب المغربي. وانتبه فيه خديتي الكلمه وفي اطار المقارنه ما بين المغرب والبطوله ديالنا قويه عليهم وحنا راه ملي كنا حنا ما كانوش هما وهما، دائما الماضي قهرتونا بهذا الماضي. هذا هو الاعلام التونسي صراحه. فخليكم الفيديو ما تنساوش لايك، خلوا لنا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. وليد مبروك ساعة الانجاز نتاع المنتخب المغربي، وان شاء الله نقعدوا نحلموا معاه للاخر. بارك الله فيك. وليد الركراكي لعب على حبل خطير جدا، استغل العلاقة الصعبة جدا بين وحيد وبين زياش، واعاد انتداب زياش من جديد او احياء زياش، لكن كلنا نعرف ان زياش التوقيت اللعب نتاعو في تشيلسي ضعيف جدا، كان يمكن ان يخذل وليد الركراكي، لكن وليد يعرف قيمه زياش في غرفه الملابس. هل تراها مجازفه من الركراكي ولو انه اليوم الاحداث تقول انه الركراكي اصاب في ذلك؟ الركراكي نحكي لك على حاجه، الركراكي رجل منفتح، الركراكي لما جاء المنتخب اكيد بانه درس التفاصيل الصغيره والكبيره، الركراكي كان يعرف بانه مرشح فوق العاده لاستلام مهام قياده الاسود في المونديال، ربما فكر في فتح الحوار مع الاتحاد، نحن لا نعرف ماذا يدور في الكواليس، ولكنه صنع قنوات اتصال مع حكيم زياش. حكيم زياش دفع فاتوره عدم ربما الاهتمام الذي تحظى به بقيه الاسماء في تشيلسي، نعرف حكيم زياش كاسم وازن في اياكس امستردام، جاء لتشيلسي اثبت الحضور، ولكن مع توماس توخل ربما تم تهميش هذا الرجل. اليوم راينا ربما منظومه اخرى في ظل قنوات الاتصال، الموضوع لا يقتصر على حكيم زياش، ربما حتى على مزراوي، على حمد الله، اذا سياسة تقارب وجهات النظر، سياسة التصالح الداخلي، سياسة الرفع من المعنويات. نعود للنقطة الجوهرية، أنت ربما رأيت مكامن الخلل، وسائل الإعلام، الجمهور كان ورقة ضغط لأنه كان يرى بأن هذه الأمور ستسيء للمنتخب، ربما ستكون كارثية لا قدر الله، ولكن تم احتواء الأزمة في ظل فتح قنوات الاتصال وفي ظل تبادل وجهات النظر وفي ظل اعتذار حمد الله. هذه المعطيات حولت المنتخب واللائحة والتشكيلة لأسرة قبل كل شيء، وهنا مكامن القوة. في الجانب الآخر المنتخب المغربي يعرف ما له وما عليه ويدرك صعوبة المهمة.
لويس إنريكي كعقلية تيكي تاكا ومفهوم المدرسة الكاتالونية ربما هذا يتجسد على أرضية الواقع في الأسلوب الإسباني على اعتبار بأنه لا نرى أسماء مؤثرة في الريال كما كان يحدث سابقا مع ديل بوسكي مع مجموعة من المدربين المؤثرين. اليوم ربما منظومة أقرب للأداء الكاتالوني في المجموعة الإسبانية في لاروخا باستثناء تواجد أسينسيو أحد الوجوه المؤثرة، ولكن إسبانيا طرحت عديد علامات استفهام بالطريقة التي تعطلت فيها. دائما إسبانيا هي نسبة الاستحواذ، دائما إسبانيا تشابه ومزيج من الأداء الكاتالوني على أرضية الواقع. ربما كنت أرى في إسبانيا ذلك العملاق المخيف بعد التفوق على كوستاريكا بالسماعية، ولكن أمام جابن أمام أحفاد ساموراي رأيت بأن هذا الفريق ربما يفتقد لذلك الحضور، كان من المنتخبات المرشحة، فهل سيغير من مساره؟ هل سيبعث برسائل الحضور من خلال المباراة المرتقبة مع المغرب؟ هناك اصطدام. وبالعودة للتاريخ في التصفيات الأفرو أوروبية لعب المغرب في فترة الستينيات وتعثر بواحدة المباريات التاريخية أمام إسبانيا 3-2، إذن هو تاريخ. حتى في المونديال الماضي قدم المغرب مباراة كبيرة وكان متقدما قبل أن تتمكن لاروخا من إدراك التعادل. هذه المباراة لن تكون بالسهل لاعتبارات كثيرة، إسبانيا تبقى مرشحة والمغرب يمتلك أدوات الطموح. لمن ستكون الكلمة الفصل؟ أكيد بأن علامات الاستفهام ستحل، ومن يستعد سيكولوجيا ربما سيكون هو الذي يمتلك أدوات الحضور والتأهل لقادم الأدوار في المونديال القادم. ونتمنى أن يكون المنتخب المغربي هو من سيكون في قادم الأدوار. يلا سؤال مع الكابتن حمادي الدون المدرب السابق لنادي صفاقسي وأيضا المحلل الفني بقنوات التاسعة بقناة المغرب التاسعة. فريق كبير، معناها دولة كبيرة بتاع كرة قدم، تخلقت أديان بتاع كرة قدم في اللونيفو في المستوى العالي، يصير أناليز بتاع المجموعة، معناها تحليل للمجموعة باش من بعد يشوفوا المدرب اللي مش يدرب المجموعة هذا يتماشى العقلية بتاعه الفنية والتكتيكية وخاصة النفسية تتماشى مع اللاعبين ولا هل هالتقييم هذية ولا الاناليز هذية صارت مع المنتخب المغربي مع الرقراقي ولا ما صارتش؟ هذية مهم برشا في المستوى العالي. حبيت نعرف أنا أستاذ ماجد هل صار التقييم الفني العلمي باش نعرفوا هل العقلية الفنية والهوية تتماشى بين الرقراقي ولاعبين المنتخب المغربي اللي هما لاعبين في مستوى عالي ويلعبوا في بطولات كبيرة في العالم. جميل، هذه نقطة جوهرية. ربما الرقراقي كعقلية مدرب بفلسفة لاعب لأنه يعرف أشياء كثيرة. رأينا مسار أشرف حكيمي كيف تدرج مع الريال على قد تشامبيونز ليج، كيف تحول للعب لأكبر الأندية ك بروسيا دورتموند إنتر، واليوم مع البي إس جي المدافع المهاجم الذي قال عنه راموس بأنه واحد من أفضل المدافعين في العالم، هذا التجانس مع مبابي مع ميسي، هذه ربما التجربة وهذا الانفتاح مع هذه الأسماء المؤثرة عالميا كان له دور من نوع آخر في منظومة الأداء. علاوة على ذلك مصراوي الذي كان مستبعدا ولم يحظى بربما أريحية بالنسبة لوحيد خليل وزيتش، اليوم مصراوي كبير في أدائه. عندما تتحدث صحف ألمانيا عن ما يقدمه الرجل في البوندسليغا وبأنه أخذ الرسمية من بافارد وما أدرك بهذا الاسم الذي سجل هدف تاريخي لفرنسا في المونديال القادم في مباراة مصيرية أمام أرجنتينا، هنا ندرك بأنه الرجل عرف مكامن قوة كل العناصر، وبالتالي جاء جسر التواصل ما بين إمكانيات هؤلاء اللاعبين، الأكثر من ذلك الثقة مع رفع شعار الحيطة والحذر. رأينا عملية جسر النبض حاضرة في مباراة كرواتيا، ولكن رأينا الأريحية في مباراة بلجيكا. أما في مباراة كندا ربما رأينا اندفاع في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان هناك نوع من التراجع، وهنا على وليد الرقراقي أن يقف عند هذه النقطة تحديدا، لأن كندا تفتقد لمقومات المنتخبات الكبيرة. وعندما نتحدث عن إسبانيا أكيد بأننا نتحدث عن عملاق وعن مدرسة كروية عالمية. يعطيك الصحة كابتن ماجد الشجعي، حدثنا مباشرة من المغرب، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق في بقية المشوار، وأكيد ستكون لنا مصافحات قادمة. إلى اللقاء وشكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. في علاقة بالمنتخب المغربي وبالأداء وبالمردود وبالمستوى، تفضل حسن. شوف خلينا بدون نقدم شوية في التقييم ونكون واقعيين ونمشيو للمكمن الداء.
جبدنا على المنتخب المغربي على مستوى الإمكانيات بتبعت حال كنا أجمعنا أنه لا مجال مقارنة على مستوى البنية التحتية الرياضية المغربية المتطورة مقارنة بما تعيشه تونس. هذه أول نقطة. ثانيا على مستوى البطولة المغربية هنا لا أعتقد أن البطولة المغربية على مستوى الفني أفضل من البطولة التونسية، والدليل على ذلك حين يلتقي الآن تلتقي الأندية التونسية سواء الترجي سواء النجم الساحلي النادي الصفاقسي الاتحاد المنستيري أخيرا مع فرق مع أندية مغربية كما الرجاء كما الوداد كما نهضة بركان أنه ما فماش فرق فوارق كبيرة. وين الفوارق؟ تدعيما لكلامك وقت نحكي مع مدربين التوانسة دربوا في المغرب يقولوا أنه اللاعب التونسي ولا الفرق التونسيه منضبطه تكتيكيا اكثر من الفرق المغربيه. الفرق وين في افريقيا كامله الانضباط نتاعنا ظاهر اكثر من بالضبط سي نزار. الفرق وين تو علاش نحن بالضبط هو في جوده اللاعبين والكاليتي بتاع اللاعبين اللي موجوده في المنتخب المغربي اللي هي مش موجوده في المنتخب التونسي. وهنا لابد ان نطرح سؤال مفصلي باش نجموا نخموا المستقبل القريب لاربع سنين قدام، وهو هل أن البطولة التونسية قادرة أن تعطينا عناصر قادرة على صنع الفارق على مستوى القاري والدولي؟ قطعا لا، باعتبار أنه اللاعبين التونس يعني اللاعبين اللي يخرج البطولة التونسية يعني إمكانية لأسباب عديدة قال قيس اليعقوبي مباشرة وغير مباشرة ما عندهمش الإمكانية أنه يكونوا يلعبوا في التريو نيفو. اللي قاعد لنا شنو نحن هنا كلام سيف مليح غزال أنه الملاعبية اللي ينشطوا البرة واللي مولودين البرة وعلى هذاك هو من هنا جات الفكره وربما نتاع الجامعه التونسيه كره القدم انا تبعث لك السلول هذيك نتاع اكتشاف الملاعبيه بالضبط من ابناء التوانسه من الجيل الثالث والرابع اللي ينشطوا برا لانهم هما تكونوا غادي غير كيفي. انا باش نقول لك لانه ما عندكش حل اخر يا حمادي باش نكونوا واضحين، راك انت اليوم الرياضه نتاعك بكل اسف ماهيش اولويه، لا عندك الامكانيات ساعه انت وثانيين حتى على مستوى سلوكياتك تشوف انت مسؤولين من على الطراز نتاعو في مشاكل تصفيه حسابات ماهيش اولويه الرياضه اليوم عندك دوفون المشاكل اللي تعيشها البلاد ما عندناش تكوين. انت اقصر طريق اقوى من المسالك لي سونتر دو فورماسيون اللي موجودين في الترجي وفي النجم الساحلي لي اكاديميه تجارب فاشله لاسباب عديده ودي تعرفهم غادي يخدموا قاعدين يكونوا ثم مدربين غادي وين 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 ثمره وين اللاعبيه صغار ثم اللاعبيه صغار طالع انت لما تشوف سامحني عليه عندهم خمسه سته ملاعبيه من اعلى اعلى فريق الاولمبي اللي بتاع ماهر الكنزاري والفريق بتاع عادل السليمي ثم ملاعبيه ممتازين ثم ملاعبيه ممتازين ونجموا يمشيوا جست نكمل الفكره سيف جست نجموا يمشيوا شوف شوف ما عندكش ما نجمش نطيحوا ثم ملاعبيه ممتازين شوف شوف حمادي خويا نحكي انا على المستوى العالي راه يكون متميز في النجم الساحلي ويلعب مش بالضروره انه يكون اساسي في المنتخب الوطني ويراهن على نصف نهائي كاس افريقيا ولا مش كاس دوري كاس العالم. نعطيهم الفرصه نعطيهم الفرصه ولكن انا في تقدير الشخصي انه طالما ان البطوله على مستوى المتوسط المتوسط والمستوى البعيد ماهيش قادره تعطيني عناصر قويه تزاحم على مستوى الدولي انا نمشي في الخيار هذاك ونزيد ندعم انه نكتشف المواهب الكرويه التونسيه اللي تجم غاديك تلعب حاضره باش تعطيني الاضافه على مستوى المنتخب الوطني. هذه فكره اولى نجم نبنيو عليها المستقبل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش نخرج عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد يدعم المحتوى ديالنا كيف العاده، نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.